الشاهي. هو انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ يا بنتي انت غازيه. طب مش الغازيه يعني المفروض تطلع نار من بقها؟ ايوه. ما انا بقالي ساعه بحاول اطلعها ما بتطلعش. ولا يمكن بتطلع وانا مش شايفه عشان مش لابسه نظاره. نظارتي ايه يا حبيبتي؟ يا بنتي لا طبعا النار ما بتطلعش. شاهي انت بتشتغلي بتكنيك غلط. اي غازيه في الدنيا علشان تطلع نار من بقها لازم تعملي حركه الوسط دي اهي. ليه بقى؟ علميا لمعلوماتك انت الشخصيه، الحركه دي بتحرك لي نوع معين من الغاز اهو كده. الغاز ده يطلع كده من بطن لحد الجهاز الهضمي، تجويف القفص الصدري، يسلمها لي للبلعوم. ف اقرع بقى. اقرع ايه بقى؟ هو انتوا مالكم يا جماعه؟ ايه القرف اللي حل عليكم من ساعه ما جينا المولد؟ لا طبعا تساعد ان الغاز يطلع فيطلع نار. امال هي اسمها غازيه ليه؟ اقرأ تاني. هو الغاز يطلع هوبا ها غازيه. بصي سيبك من النار خالص، ركزي مع وسطي وشوفي حركه الوسط عامله ازاي. واحد اتنين تلاته. ليه بقى اللي انت عملته ده؟ ما انت قعدت تهز وسطك اهو مفيش اي حاجه طلعت. حبيبتي عشان انا مش لابس لبس الغازيه يا شاهي. الله اكرعتني تاني. ده شوف انت لما بتستف لي كلامك كده انا بستوعبه وبفهمه. بعدين ايه الحركه امسكي؟ انت في حركه بتعمليها وانا برقص كده اللي هي دي. ما دي غلط، دي ترجعني للغاز تاني. انت عايز الغاز يرجع؟ لا. طيب احنا ما صدقنا اهو الغاز طلع، دي بقى ترجعها لي. الغاز يرجع. يلا وريني. وركزي لي على بصي حركة الوسط دي أهم من أي حاجة. يلا واحد اتنين تلاتة يلا. شاهي خلاص بصي اوعديني ما تعمليش ده قدام حد خالص. خلينا نخلص بقى المولد ده على خير.